مع بداية الحلقة الثانية نشرت أجواء المرح وتبادل كلمات المديح الطاقة الإيجابية على مسرح نجوم بلا حدود. كتير مبسوطين وكتير محمسين من أول البرنامج، من أول ما بلش. مع انطلاق التحدي بأبرز وأهم أحداث 2017 صار التوتر هو الطاغي خلال هالساعة التاريخية بحياة المواهب عن الفئات الـ 14. تقييم علامات يارا وفايا يونان ووائل منصور ما كان فيها أي مجال للمجاملة، ولهالسبب اتفقوا مرات واختلفوا كمان. وصلت الفكرة، حبيت. يمكن المحتوى كان ناقصه شوية. ما حبيت الفيديو، ما في شيء بيشد. في تطور كتير ملفت من آخر مرة. أول كادر وآخر كادر فظاع. راشد مبدع فنان. بدل ثلاثة كان فيكي تعملي كتير، ما في أي هيك لينك انسيابي بيناتهم. صوتها بهدي الأعصاب وكتير حلو. في الآخر قلبت لايف كوتش مش كوميدي، ما عجبنيش. أسلوبك كان حلو والمضمون مفيد. ما في شك إنه مبدع، بس إنه في أشياء أكيد ما حنعرفها. حلو لما فسر لنا إياها فهمناها أكتر وعجبتنا. ما عندي أي تعليق، كله منيح بالنسبة إلي. تنفيذ حلو جدا، very creative. رجاء زهاري وسارة يوسف هن هالأسبوع بدائرة القطار. الجمهور اختار إنقاذ سارة يوسف من منطقة الخطر وخروج رجاء زهاري، وهون كانت اللحظة المصرية لكل المشتركين اللي عاشوا للمرة الأولى مرارة الخسارة والفراق. والليلة الكل صار جاهز للتحدي الجديد، والهدف واحد، تخطي منطقة الخطر والاستمرار للفوز بلقب النجم يلي تخطى كل الحدود. خير الليلة، المنافسة بتخدنا نحن والمشاهدين لأبعاد جديدة بعالم ودور برامج الهواة على الشاشات العربية. ومع المشتركين عن الفئات 13 منشوف كيف كل واحد منهم اشتغل خلال أسبوع كامل ليكون بموهبته وأفكاره على مستوى التحدي الجاي، ويقنع لجنة الحكم ليعطوه أعلى العلامات أو الجمهور بالتصويت له وإنقاذه في حال وقف بمنطقة الخطر. ولتعرفوا كل شيء عن نجوم بلا حدود ممكن تعملوا فولو لصفحات تلفزيون الآن على فيسبوك، تويتر وإنستغرام يلي عم يظهروا أسفل الشاشة، وتتابعوا اليوميات من الأحد للخميس الساعة 10 بتوقيت السعودية. ولمحبي المشاهدة أونلاين بتقدروا تشوفونا بالوقت الحالي عبر البث الحي لقناة الآن على يوتيوب. وهلأ صار الوقت نستقبل أعضاء لجنة الحكم، وبزقف كتير كبير منستقبل يارا. أهلا وسهلا بفايا يونان. منرحب كلنا سوا بوائل منصور. قبل انطلاق الجولة الثالثة من المنافسة على لقب النجم يلي رح يتخطى كل الحدود، منشوف كيف كان هالأسبوع على المشتركين وكيف كانت لحظة إعلان التحدي لحلقتنا اليوم. هالأسبوع كانت الفكرة الأساسية باختيار التحدي تسليط الضوء على ظاهرة اجتماعية، التنمر، عنوان التحدي الثالث واللي بمجرد ما أعلنته المشرفة سيلين وقع مثل الصاعقة على المشتركين. التحدي تبع هذا الأسبوع هو التنمر أو البوليين. فمع ضغوط المنافسة بتنفيذ الفيديوهات باحترافية أكبر
كان واجب عليهم التركيز بكل تعاطٍ مع الأساتذة لتمييز التنمر عن غيره من السلوكيات الاجتماعية العدوانية، ويلاقوا الطريقة الأصح لطرح الفكرة بإطار توعوي مفيد ومناسب لفئاتهم. وهلأ الكل صار جاهز للتحدي الثالث بحلقة تحمل بمضمونها هدف إنساني واجتماعي وعناصر تنافسية ولا أقوى. يارا، فايا ووائل، أهلا وسهلا فيكم من جديد. بداية مع يارا، شو رأيك بعنوان التحدي لهالأسبوع؟ التنمر. مساء الخير كارلا. مساء النور. تعقد الليلة. جمالك أنت كمان، مرسي. مساء الخير أكيد لكل اللي عم بيشوفونا. التنمر اختيار ممتاز لأنه عم نضوي على ظاهرة إنسانية واجتماعية من عدة جهات، وخصوصا أنه ما بقى في مجال أنه الاستخفاف بهالظاهرة هيدي، لأنه عم بتحول المتنمر لمجرم وتوصل الضحية للانعزال وحتى للانتحار، مثل ما صار مع أطفال ومراهقين كتار للأسف. شكراً لإليك. فايا، شي مرة تعرضتي للتنمر؟ أنا مساء الخير كارلا. أنا مغار، أنا كمان بدي أتغزل فيكي ويارا. جميلك وجميل عيونك. مغار إنه دائماً بتبلشي مع يارا وبتقلك كل الحكي الحلو، بدي أنا أتغزل فيكي. لكن هلأ لو يارا دائماً يعني من ذوقها أكيد بتتغزل فيكي كمان أنت وائل، ما في مشكلة كل الحلو. لأنه أنت ما بتعرفي واقفة دائماً هيك ونحن بنشوفك مثل القمر. تسلم عيونك الحلوة. بتعقدي أكيد. بدي أقول بس إنه يمكن أنا كنت محظوظة، كان في يعني كان ممكن كتير أتعرض للتنمر لأنه نقلت كتير مدارس ونقلت كتير مدن، بس كان في التوعية اللازمة ويمكن هذا الشيء كتير ساعد. بس اليوم نحن عايشين بعصر كمان الإنترنت، في شيء اسمه سايبر بولينج بيصير أونلاين، هذا الشيء كتير منتشر وممكن أي حدا يتعرض لهم كان بابليك فيجر أو حتى شخص عادي، فكتير كتير مهم مثل ما قالت يارا إنه نضوي على هالظاهرة اليوم. أكيد. شكراً لك فايا. وائل، لو تعرضت للتنمر بشكل شخصي كيف بتواجهه؟ إزايك يا كارلا؟ عاملة إيه؟ إزايك يا وائل؟ لا أنا بقيت أستنى كل لايف عشان أشوف لابسة إيه بس النهاردة. أذوقك اليوم؟ آه الحمد لله. لا في منتهى الجمال. وأنت منور هيك بيناتنا. ربنا يخليك، دي كاريزما ربنا بيزينها. يعني عنا أكيد بيناتنا. أنا تعرضت للتنمر قبل كده أكيد، يعني ما افتكرش إنه حد ما تعرضش للتنمر، سواء إذا كان مش بس في المدرسة وهو صغير لغاية ما بتكبر. هو الناس فاكرين البولينج ده بيكون الواحد وهو صغير، بس أنا الحمد لله كان يعني كنت مزبط نفسي في المدرسة. محصن نفسك. ما أقولك ليه بقى. ولما كبرت؟ هقولك. ماشي. إحنا 7 أخوات. اسم الله. ربنا يخليك. وكلنا في نفس المدرسة، اللي هيقرب من حد فينا. لا لا لا. بالذات اختي، احنا 6 ولاد وبنت، اختي كانت تخش تشمر كده مين اللي مضايق وائل، فاهمه؟ حلو كده. فبس وبعدين كان عندنا اسلحه، يعني في حد لا مش اسلحه، اسلحه يعني اللي بيتنمر كان مثلا توامي وانا كنا متخصصين في العض. وائل حسن انت كنت تمارس التنمر عشوائي. يا انتبه. لا معروف عن وائل عنده كل الاساليب. لا لا كان بيروحوا يعني فاهمه عند الناظر انه كل المتنمرين معضودين. وكانت فين لما تكهربت؟ والخرزتين ومش عارفه. لا الكهرباء دي لما كبرت. كل وسائل التعذيب. لا لا التنمر والله سيبك من الهزار، التنمر ده حاجه وحشه جدا، والحمد لله ان انا كنت محظوظ ان انا عندي 7 اخوات يساعدوني واساعدهم، بس في ناس بيبقوا لوحدهم. صح. ومعندهمش حد يروحوا له او يلجأوا له، والتنمر بس حتى المتنمرين اوقات بيكونوا ضحيه. يعني اللي بيتضايق في البيت بيجي يطلعه على الاطفال، يطلع بقى الغل والكبت والسواد بالظبط. ففاهمه قصدي؟ فيعني اكيد دي حاجه بسترجم افهم قصدك. لا دي لازم عندي على طول بقول فاهمه قصدي. ايه اكيد. ايه فاهمه، فهمين كتير منيح. شكرا لك وائل. تحت عنوان مكافحة التنمر بيبدأ التحدي الثالث من برنامج نجوم بلا حدود. علامات لجنة الحكم على الفيديوهات رح يكون لها أثر مصيري على 2 من المشتركين يلي بيحصلوا على أقل معدل بيوقفوا بمنطقة الخطر، وهون بيبدأ دور الجمهور بإنقاذ واحد منهم بالتصويت وبكثافة عبر صفحة الآن على فيسبوك، لتستمر المنافسة أقوى وأصعب بحلقات وتحديات جاية، لأنه الجائزة رح تفتح للفائز باللقب أبواب الشهرة والعمل بعقد سنوي مع تلفزيون الآن.
وهلأ صار وقت المنافسة، والبداية مع عبد الرحمن الحريري من سوريا، ومعه منشوف كيف ممكن نستخدم الرياضة لمحاربة التنمر. تخيل انه انت عم تضرب الجهه الثانيه، لانه اذا انت عم تتخيل انه انت عم تضرب هاي انت رح توقف هون. جاب جاب طنش تنزل اوكي، ولما تنزل عيونك دائما على الاوبجكت اللي قدامك. سو جاب جاب طنش انزل. اديله يا كارلا، عبيله كارلا كارلا كارلا. ايوه كارلا كارلا، الضربه الابيض الضربه الابيض. وكارلا عماله تضرب وتضرب، وهاي بانش ولو بانش وابر كات، والواد مات الواد مات مش هيكمل المسابقه. برافو. لقد فازت كارلا. لا كثير مهم عن جد انه الصبايا يعرفوا يدافعوا عن حالهم. لا انت ما تتوصيش، انا بشوفك على الانستغرام ما شاء الله. لا انا بتمرن بوكس بس ما قدرت قوي لانه في خواتم بايدي، يعني ما بدي اجرح صبيعي. ولا علشان هو يعني انا قلت وعشانه لعبد الرحمن كمان. لا بس عشان الخواتم قبل. شو؟ عشان الخواتم قبل. ما اكيد لا حرام عليك رمي لعبد الرحمن. يا رب. شو رايك بفكره عبد الرحمن واسلوبه؟ كتير حلوة الفكرة، لأنه من الأشياء المهمة هي الثقة بالنفس. حبيت أنه عم بيقوي له ثقته بنفسه من خلال تمارين رياضية للدفاع عن النفس. إذا تعرض للضرب بس، إذا ما حدا ضربه مش أنه مثلاً أنت مش منيح بشيل هالدج، بس إذا تعرض للضرب أنا مع الضرب. للدفاع عن النفس هي. أكيد. شكراً لإليك يارا. فايا، شو حبيتي أكتر شيء بفيديو عبد الرحمن؟ مساء الخير عبد الرحمن، انا كثير 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 حبيت الفيديو هالاسبوع. وصل الرساله المطلوبه، شرح شو هو التنمر الجسدي لانه في عده طرق للتنمر، وكثير حلوه فكره الدفاع عن النفس. يعني هي الفنون القتاليه كلها لندافع عن حالنا. اكيد انت مش عم يعني تسوق للعنف، انما هو كان يعني حدا مارس الاضطهاد او التنمر ضده، فحلوه كثير وفينا نعملها من خلال الرياضه ونقوي جسدنا. يعني حبيت. شكرا لك فايا. وائل، بحسب المعايير الخمسة وين تفوق عبد الرحمن؟ بصراحة تفوق في كل حاجة بالنسبة لي. بصراحة الفيديو عجبني جدا، لأنه شايف حركة الكاميرا مع الكواليتي مع الأديتنج مع تمثيل الكاست اللي موجود. يعني أنا بقيتش يعني فاهمة اللي هو عجبني جدا، لدرجة أنه حتى في دخلتك في الآخر ورا الولد فعلا السين الفينال فاهم. وحلو جدا انه ما كانش فيه فايلنس بالنسبه للاطفال مع بعضهم، حتى فكره انه بس لمسوا علشان بس نوصل المسج. بصراحه يعني انا شايف ولاول مره هدي لحد 5 على كل حاجه. واو. شكرا وائل. اكيد نحن بانتظار علماتكم لعبد الرحمن يلي لابس ازرق اليوم تضامنا مع الحمله للتوعيه ضد التنمر. يعني الالوان هن الازرق الزهر والبنفسجي، بلو بينك وبيربل. عبد الرحمن، بيجي لعندك صبايا بدهم يتعلموا بوكسينج ولا بعد الفكره شوي بعيده عن الصبايا؟ للاسف الفكره شوي بعيده عن الصبايا من الشباب، بس بتمنى بشكل عام عن طريق فيديوهاتنا يكون في توعيه اكثر، توصل الرساله اكثر للشباب وللصبايا عشان أكيد. يعرفوا يدافعوا عن نفسهم. وما بتخسر انوثتها ابدا السيده اللي بتتمرن بوكسينج. هذا شيء اكيد. علاماتك صارت جاهزة، خلينا نشوف جاهزة. معدل علامات اللي بيحصل عليها عبد الرحمن 69 على 75. شكرا لك عبد الرحمن. موضوع التحدي بحلقة الليلة صعب، لكن أهدافه الإنسانية والاجتماعية بتخلينا بانتظار الأفضل من كل المشتركين. بس بعد الفاصل.
برحب من جديد بجمهور تلفزيون الآن، وبذكر أنه التحدي للحلقة الثالثة من نجوم بلا حدود محاربة التنمر، عنوان حفز كل المشتركين ليستخدموا مواهبهم وإمكاناتهم لتقديم محتوى إنساني واجتماعي، طبعاً ضمن المعايير الخمسة للنجاح. أخبار المشتركين بتشوفوها من الأحد للخميس الساعة 10 بتوقيت السعودية ضمن اليوميات، وأكيد ما تنسوا تعملوا فولو لصفحات تلفزيون الآن على فيسبوك، تويتر وإنستغرام. وهلأ المنافسة بتنطلق من جديد مع المشترك إبراهيم الكوري من مصر، ومنشوف معه إذا فن الرقص بيقدر يكون وسيلة لمحاربة التنمر. اهلا وسهلا فيك ابراهيم، كيفك؟ ازيك؟ كل شيء تمام؟ يعني بدايه مع وائل، شو رايك بفيديو ابراهيم؟ الفيديو حاسه حاجه شفتها الاسبوع اللي فات واللي قبلها بصراحه، يعني ما حسيتش فيه اي نوع من الابداع في الفيديو، لانه في الاخر الرقص من غير كلام، فانت كنت ممكن ما اعرفش، انا شايف ناس بتزقك في الفيديو يمين وشمال وبعدين تقلب ابيض واسود، فانا مش فاهم انت ازاي هربت من التنمر او ايه المحتوى بتاعك كان عامل ازاي. انا شايف ما اعرفش، حاسس ان انت ناقصك بس انك تحط فكره في الفيديوز بتاعتك، يعني اول فيديو انت طلعت فيه كنت حاطط فيها افكار اكتر لما جيت تعرف عن نفسك از ذا جوكر مع المطره على الروف، انت فاهم قصدي؟ يمكن يكون في حركات اكتر اللي عم ينتقدوه واللي عم يعني حتى كمان الاند ريزلت في الاخر النهايه لما هم قاعد يزقوك ومش عارف مين، رحت انت قعدت تلعب بالكاب ورحت عامل كده اللي هو ما فهمتش ده ايه. شكرا وائل. فايا، قدر إبراهيم يترجم موضوع التحدي بالرقص؟ انا باعتقادي ايه، انا حبيت اللي عملته اليوم كتنفيذ، يعني حسيت كتير حلو الكونتراست او التباين، انه انت الحقيقه تبعك وقت عم ترقص وتعبر عن حالك عم نشوف الصوره بالالوان، وقت اللي عم يضطهدوك او عم يمارسوا التنمر ضدك عم تكون اسود وابيض. انا وصلتني انه الالوان احلى، يعني كانوا كتير فريش وقت حسيتك، ما بعرف المسج اللي وصلت لي انه هو عم يقوي حاله بموهبته. يمكن اللي كان ناقص شوي رقص تعبيري تتفرجينا بلغه الجسد انك انت يعني عم يمارسوا ضدك بس التنمر. بس لو حد اتفرج عليه على الفيديو ده من غير ما يعرف انه الموضوع هو التنمر هيفهم؟ يمكن كنت بفهم انه لا بلا بلا مبين. اول شيء كانت في تنمر جسدي دفشه، وبعدين ضحكت عليه وصلت سارة. اكيد وصلت تمسخرت عليه، وصلت الفكره من وائل ومن فايا. خلينا نشوف يارا شو رايك، مين بتوافق الراي؟ اول شيء انا ابراهيم بحبه لانه برشلوني، تعطيه معنويات زقفوله مش معقول هيدي الشغله اللي بحبها فيه. بس ما كان عم يلعب فوتبول هون، ايه بهيداك الفيديو لعب فوتبول. بس ما كنت عارفه انه برشلوني، بعدين قال لي قال لي انا برشلوني قوي وبحب ميسي قوي وبحب كل فحبه جدا. اوكي فهمت شوي الرساله عليك، بس اللي قصدنا انه ممكن بعد حركات اكثر، ممكن يعني ما بعرف يدفشوك بعد اكثر بالرقص او عن جد حركات تعبر اكثر بعد عن ال. انا فهمتها الرساله بس قصيره، ممكن تعبر بعد بالرقص اكثر. شكرا لكم، نحن بانتظار اكيد العلامه. ابراهيم انا شفتك عم بتمثل، يعني استخدمت التمثيل بهالفيديو الى جانب الرقص. انا بحب اعبر بالرقص عشان الرساله توصل. بس التمثيل برأيك ساعدك كمان بتوصيل الرسالة بطريقة أسرع؟ أكيد، هو الرقص أصلاً لازم أن تكون بتعرفي تعبري، فده جزء للتمثيل أكيد. صاروا جاهزين أعضاء لجنة الحكم،
خلينا نشوف المعدل يلي بيحصل عليه إبراهيم بتحدي اليوم. 42 على 75 يا إبراهيم، وترتيبك بيكون على الشكل التالي. أنت بالمرتبة الثانية، أنت ثاني مشترك منشوف الفيديو الخاص فيه. بالمرتبة الثانية إبراهيم، شكرا لك. عن فئة المغامرة والسفر، نور إبراهيمي من الجزائر صارت جاهزة لتاخذنا معها برحلة مكافحة التنمر. التنمر ممكن يصير مع أي شخص، كثير ناس تسافر لتدرس، تشتغل بغير بلد، وببساطة ممكن نتعرض لتنمر لاختلاف اللغة، اللهجة أو الثقافة. لكن في أشياء بسيطة ممكن نعملها اللي تساعدنا لمنع هذه الظاهرة. كل شيء معقد ممكن ابتسامة بسيطة، ومجرد بحث ممكن نعملوه على الانترنت قادر يغير كل شيء. إنك تفهم ثقافة البلد اللي راك رايح ليه، الأشياء اللي لازم تلبسها، الأشياء اللي ما لازمش تلبسها. وبمجرد إنك تفهم ثقافة البلد الآخر راح يصبح عليك سهل إنك توصل ثقافتك، وبالتالي سبب التنمر راح يبطل. بابتسامة كتير كبيرة ونستقبلك نور، أهلا وسهلا فيك. بداية مع فايا، شو رأيك بالحل يلي اقترحته نور لمكافحة التنمر؟ مساء الخير نور. هاي نور، هي أصلا دائما بتبتسم وهيك، هذا أحلى شيء كان بالفيديو، حتى فكرة الابتسامة. هلا اكيد منا حل جذري، يعني انا شوي حسيته مبسط صراحه، بس انه اكيد يعني الابتسامه هي كانت سيمبل للايجابيه ولانه ننشر هاي الطاقه الحلوه. بس اكثر شيء حبيته بالفيديو تبعك طريقه التصوير والاستاتيكس صراحه. كثير كثير حلو. شكرا فايا. يارا، نور قدمت محتوى ام صوره افضل؟ هلا الاثنين، بس المحتوى اكيد اللي المعلومات اللي قالتها مهمه، وانا عجبني الابتسامه لانه كثير مهم هيدا الشيء، وواضح على نور يعني دائما ابتسامتها الحلوه، بس ما حسيتهم كافيين لمنع التنمر او للتصدي للتنمر. شكرا. وائل، وائل شو تقييمك لهالفيديو؟ تقييمي الفيديو ده بصراحة، أنا فيديو عجبني جدا جدا، وممكن أختلف معهم هما الاثنين. أنا شايف بالعكس simplicity is perfection، يعني البساطة هي الكمال. فطريقة التصوير والباكجراوند ميوزك والأمل والهوب اللي محطوط في الفيديو ده مش طبيعي. حتى أنا بقيت حاسس إن أنا ممكن بتفرج على فيديو ده موجود في حملة أوريدي معمولة. وفكرة إنه الواحد لما يسافر بلد بعيد وفعلا باختلاف اسمهم ايه الاعراق واختلاف اللغه واللغه والناس والاعراق بالظبط، فيها وحدتها انه اختلافنا يجمعنا بضحكه بابتسامه، لانك انت لما بتبتسم انا بحكي لغته وعم يعني المتنمر انه اوكي اذا حكيت معه بنفس اللغه رح لا يبطل. ما هي قالت تفهم الثقافه واللغه علشان تعرف ايه اللي ممكن، يعني مثلا انا هسافر مثلا بس ما رح يمنع هذا الشيء، ما اقول لك وسافر ولايه مثلا في امريكا مثلا عندهم موضوع التنمر ده عادي على انا كواحد عربي مثلا، فلو انا دخلت وشفت العادات بتاعتهم ايه وات تو دو اند وات نوت تو دو اظن بالنسبه لي انا وسهلي. شكرا وائل، انا عندي سلطه، عندي سلطه انه يعني وقف الحديث لحتى نربح الوقت، راح استعملها واتسلط عليكم لتوضعوا العلامات. بس اوعي تتنمري. نور، انت قلتي انه السفر بعلمك تتقبل الاخر، كيف بتخلي الاخر يتقبلك؟ نظن كي واحد يكون على طبيعته، واكيد الابتسامه مش حل جذري ولكن هي بدايه، هي بسيطة ولكن طاقتها 100%. ثانك يو. وافقوا، خلينا طلعت العلامات نور، خلينا نشوف قد ايه بتاخذي على 75 يا نور، تنشوف إذا رح نبتسم لل 65 على 75 لنور، وترتيبك بيكون على الشكل التالي نور، أنت المشتركة الثالثة وبالمرتبة الثانية. ثانك يو. شكرا لك نور. عن فئة سينما مع نور الدين أمين من العراق، منشوف شو هن الأفلام يلي اختارها بهالتحدي.
التنمر هي ظاهرة خطيرة ويجب التعامل معها بجدية وبوعي، والاستخفاف بها ممكن أن يؤدي بالمتنمر إلى شخصية معادية بالمجتمع والضحية إلى الانعزال أو أكثر. راح تسألون شلون الأفلام ممكن تأثر على التنمر؟ أنا باعتقادي أنه واحد من أصعب الأمور على الأطفال هو تحدثهم عن نفسهم عند تعرضهم للتنمر، لهذا ممكن نستخدم الفيلم كأداة للنقاش ونسمع بها الأطفال ونعطيهم صوت. السينما قدمت أفلام كثيرة عن التنمر مثل فيلم الوثائقي بولي اللي سلط الضوء على ألم وإحباط أهالي ضحايا التنمر، وفيلم ذا كاراتي كيد اللي وصل فكرة الدفاع عن النفس بطريقة جاكي شان المرحة، وأجددها فيلم وندر المقتبس من أحداث حقيقية عن قوة طفل مريض في تحدي المتنمرين بمدرسته الجديدة، والكثير من المدارس نظمت رحلات خاصة لمشاهدة الفيلم لتعليم الطلاب عن التعاطف. وأنا أشجع أنه نستعمل الأفلام كوسيلة للتواصل والمناقشة عن التنمر. أهلا وسهلا فيك نور الدين. أهلا يارا. صحتين. ايه انه سينما هلا بوب كورن ما بيمشي الحال. انا ليه لا انت فاي عم تعملي ريجيم يمكن دايت؟ لا كلنا دايت يارا. ما ده دايت على فكره. يي وائل شو بك اليوم عم تسامل كثير التنمر والتسلل؟ والله دايت انا بتاع الدايت قال لي ده دايت. يارا برايك الرساله اللي قدمها نور الدين كانت كافيه؟ كثير حلوه، الفيديو كثير حلو وفي معلومات مفيده، وانا مع الافلام اللي بتحكي عن التنمر لانه بتكون مبنيه على اسس من قبل يعني ناس مختصين متخصصه بهذا المجال. حبيت الفيديو. شكرا يارا. وائل. نعم. شو رايك باختيارات نور الدين لناحيه المضمون بهالفيديو؟ مبسوط قوي انه في فشار. خلاص اديني ده. ايه انت بتقول عليه بوشار صح؟ اه ليه بوشار؟ ما هو فشار. بوشار بوب كورن اللي بدك اياه. المهم طيب عجبني الفيديو، فيديو تعليمي بحت، انفورماتيف اديوكيشنال يعني، which is good. اه يعني انا تمام، انا مش متضايق ولا مبسوط قوي، مش متضايق لان انت عملت كل اللي المفروض يتعمل، بس مش مبسوط يمكن علشان حاسس انه في سنه كرياتيفيتي ما كانتش موجوده، بس ريسيرش انت عامل الواجب عليك وزياده صراحه. شكرا. بس يا يارا خلاص خلاص هتنتهي. نكفيته فايا. قدر نور الدين يوجهك لفيلم مناسب عن التنمر؟ ايه اكيد نور الدين عطى اقتراحات، ومن حبيت يعني راح بالهيك بالتسلسل على مر كذا سنه يعني على مرور السنين اعطانا. كيف زعلت انه ما في ولا فيلم يمكن عربي، لانه بعتقد انه هاي الظاهره يمكن نحن مشاكلنا عندنا مشاكل بعد يعني نحن بنشوفها اكبر مشاكل اقتصاديه وعندنا حروب، يمكن بنشوف التنمر كشيء ثانوي بس هو كثير موجود، وانت كنت عم تصور بمدرسه عم تحكي عنه كثير موجود بالمدارس بالبيوت بالجامعات حتى بمكان العمل يعني. فان شاء الله نشوف افلام سينمائيه ودراميه بمجتمعاتنا كمان بتعالج هيدا الموضوع. شكرا لك فايا، اكيد بانتظار تسجلوا علاماتكم. وائل اذا بدك سجل علامات وبعدين. نور الدين ليه اخترت هالافلام الثلاثه؟ انا برايي كل فيلم يتحدث عن شيء معين، الفيلم الوثائقي عن الاهل الضحايا التعنف، الفيلم الثاني عن الدفاع عن النفس، ووندر لكل الاعمار برايي. لكل الاعمار ممكن يشوفوا ويستفادوا من عنده. نور الدين طلعت النتيجه، خلينا نشوف علامتك على 75. نور الدين بيحصل عن فئه السينما 55. شكرا. وترتيبك يا نور الدين بيكون على الشكل التالي مع 55 نقطة تحتل المرتبة الثالثة. شكرا لك. من لبنان صار دور المشتركة رولا قادري لتفرجينا كيف فيها تكون الموسيقى علاج لضحايا التنمر. ما رح اسمح لهم يكسروني واحلامي الغيا، هني وافكارهم ما هموني، حياتي رح كفيها، قبلي في ناس كتير كانوا ضحيه، في منهم ماتوا يمكن من كتر الاذيه، بس انا بدي طير ما حدا بيلغي جناحاتي، صوت العصافير غني الحلم بغنياتي، ما
حدا بيقدر يمحيني وفي رح تحميني انت ايماني الكبير. وهيك كلنا فينا نوقف بوجه التنمر، ما لازم ابدا نستسلم. ثقتنا بحالنا واسرارنا هن الوحيدين يلي فيهم يساعدونا تنحقق ذاتنا. هاي رولا. هاي كارلا. كيفك؟ بدي نسمع اراء اللجنه. اكيد. بدايه مع وائل، شو رايك بفكره رولا؟ الفكره حلوه، ان وصلت المسج ان انت حد كان واحده بتقول لك يا لوزر وبعد كده عورت لها انت فين دلوقتي، صح؟ لا، هن مجموعه ناس كانوا، لا مش واحده، يعني هي سيمبل يعني رمز للناس اللي كانوا بيغلسوا عليك. اكيد. ده حصل لك بجد؟ حصل لي اكيد، ومش انه عم اقول لهم انه انا وين صرت، لا، عم فرجي انه انا حاربت هيدا الشيء انه طنشت يعني ما عم بحكي بس عن البولينج، انا اي سكيبت هيدا الشيء وطنشته بانه انا نجحت وما خليته ياثر فيي. برافو، حلو. شكرا وائل. فايا، قد ايه هالفيديو بيحمل عامل التاثير؟ كثير، انا كثير حبيت، حسيته حقيقي، يعني حتى انه عن جد انه مثل ما قال وائل انه حسينا انه عن جد في ناس يمكن استهزأوا بموهبتك او قللوا منها وانت اشتغلتي على حالك وصلتي. انا كثير حبيت، وصوتك هيك يعني وصل الرساله، حتى كنت بفضل ما تحكي بالاخير لانه وصلت الرساله اوريدي، يعني وصلت، و انت بالاخير قلتي ثقتنا بحالنا هي الوحيده اللي بتساعدنا. لا، في كثير عوامل بتساعد، يمكن احيانا كثير الاهل ممكن يساعدوا، الاخرين ممكن يساعدوا، بس ثقتنا بحالنا اكيد بتساعد كثير. بس كثير حبيت الفيديو. شكرا لك فايا. يارا، شو رايك باغنيه رولا كلماتها والحانها؟ كلامها حلو كثير ما في شك، وصل الرساله، اللحن مكمل الأغنية بالإضافة لصوتها وعزفها. بالعكس أنا حبيت آخر شيء اللي حكيته، لأنه هيدا شيء إذا عم تحكي عن تجربتها هيدا شيء بيعطيها ثقة بنفسها، إنه أخذت ثقة وهي صار فيها تحكي، بتقدر تحكي وبتقدر تغني وتوصل الرسالة بأي طريقة هي بدها إياها. وحبيت الفيديو كتير لأنه مأخوذ من نجوم بلا حدود. أنت صورنا بالآخر. شكراً يارا. مش صورنا، لا مش قصة صورنا، بس لأنه مأخوذ من البروجرام تبعنا. طيب، أنا انبسطت بصورتي آخر شيء. أكيد الواحد بينبسط بصورته. نحن بانتظار علاماتكم. رولا، فهمنا شوي إنه أنت تعرضتي لهالشيء بال 2014 للتنمر وقدرتي تتخطي هالمرحلة، في حدا ساعدك لتتخطي هالمرحلة؟ أنا. أنت لوحدك؟ أنا ساعدت حالي بحالي، وحتى يعني قررت إنه بدي أحط إجري على الأرض لحتى، لأنه عندي حلم بدي كفيه، عندي طموح بدي أوصل له للآخر، وحياة بدي أعيشها يعني. وعندك شغف يمكن وحب للفن. أكيد حب للشيء اللي أنا عم أقدمه. هيدا الشيء كمان بخلي الإنسان يوثق أكثر بنفسه. أكيد. مش الحال، ردي، خلينا نشوف العلامة لرولا قادري من لبنان على 75. 64 رولا. ثانك يو. خلينا نشوف ترتيبك مع 64 نقطة، بتكوني بالمرتبة الثالثة. شكرا لك رولا. المنافسة بعدها بأولها، ومستمرين مباشرة على الهواء، وما تنسوا إنه فيكن تتابعونا أونلاين من خلال قناة الآن للبث الحي عبر يوتيوب. وبذكركن إنه الليلة مشتركين اثنين رح يوقفوا بمرحلة الخطر، وتصويت الجمهور عبر صفحة الآن على فيسبوك بيرجع واحد منهم للمنافسة والثاني للأسف بغدرنا. فاصل سريع ورجعين، انطرونا. نجوم بلا حدود، برنامج المواهب الرائد من نوعه على الشاشات العربية، مستمر بالحلقة الثالثة. ولتعرفوا أكثر عن نجوم الآن، لجنة الحكم والتحديات، تابعوا اليوميات من الأحد للخميس الساعة 10 بتوقيت السعودية، وتفاعلوا معنا أونلاين عبر صفحات الآن على فيسبوك، تويتر وإنستغرام. مع سامر الناصري من العراق، من رافقه بخطوة جديدة لتحقيق حلمه ليصير واحد من مؤثرين السوشيال ميديا عن فئة التكنولوجيا. التنمر أو التسلط الإلكتروني ظاهرة انتشرت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وأدت إلى حدوث اضطرابات نفسية وحدوث بعض حالات الانتحار. وللحد من هذه الظاهرة نتبع الخطوات التالية.
ندخل إلى حسابنا بالإنستغرام وعلى البروفايل ونختار أوبشن وننزل للأسفل إلى الكومنت أو التعليقات ونفعل خيار المينيمال فلتر ونقوم بإدخال الكلمات اللي رايدين نحضرها. ومن اليوتيوب ندخل إلى قناتنا على اليوتيوب وننتقل إلى استوديو مبدعي المحتوى وبعدها إلى المنتدى وإعدادات المنتدى. ومن خيار الكلمات المحظورة نقوم بإدخال الكلمات اللي رايدين نحضرها وبعدها نضغط على حفظ. أهلا وسهلا فيك سامر. بداية مع فايا، كنت تعرفي هالطريقة لمكافحة التنمر الإلكتروني؟ ايه بصراحة كنت بعرفها. مساء الخير سامر. حبيت الفيديو تبعك بالشي اللي وضحته، بس بصراحة حسيتك عم تحكي عن مشكلة التنمر كأنها مشكلة تقنية، يعني ما حسيتك انه عن جد انه ما حسيتك قدرت توصل قد ايه خطيرة بالمجتمع، وحسيتك حصرتها بهاي القصة انه حظر الكلمات. في كتير ابس وتطبيقات اليوم لتحارب البولي، يمكن كان اكيد دقيقة ما بتلحق تحكي عن كل شيء، يمكن هو عطى حل. بس يعني كان فينا نسمع عنها. توقعتك تحكي عن شيء صراحة صار من 3 أيام 4 أيام بهذا العالم، انه تطبيق صراحة بطلوا، يعني ابل ستور وجوجل بلاي بطل في عندهم يا، لانه في نص مليون وقعوا على عريضة انه يعني في عم يؤدي للتنمر، لانه اللي عم يكتبوا هن مجهولين الهوية او يعني بدون اسماء. فهذا الشيء كثير كان فيك تقول اسباب التنمر كمان لما الشخص يكون بدون هوية تحكي الكترونيكلي كيف يعني. شكرا. تاخذ وقت يعني شوي. تاخذ وقت بعرف، بس شكرا فايا. يارا شو رايك باسلوب سامر لتمرير المعلومة؟ حلو، معلومات مهمة انا صراحة ما كنت بعرفها. بدي جلسة معه لسامر ليقول لي مزبوط. بس إيه لأن في أشياء أكيد ما رح أعرف هيك أدخل لحالي. أنا حاضر سامر. أوكي حاضر أنا. خلص شكرا يارا. وائل شو تقييمك لهالفيديو؟ تقييمي الفيديو فيه معلومتين أنا أول مرة أعرفهم بصراحة، بس مش هي دي الفكرة. يعني هو الفكرة أن أنا كنت ممكن أعرفهم من مقالة، فاهم قصدي؟ يعني كنت ممكن أفتح باز فيد أو أي حاجة، بس هي فكرة أن أنت كنت مفروض تلم كل السوشيال ميديا تعملها بطريقة معرفش very creative. يبقى عندك تويتر وإنستغرام وفيسبوك ويوتيوب، وإن تلم الموضوع بطريقة تقول لهم إنه كذا كذا اللي بيحصل، فاهم قصدي؟ يعني وأنا حاولت بس الوقت يعني لا تكون أنا الناقص في فيديوهاتك الانرجي، الانرجي بتاعتك وسرعتك بطيئة والانرجي بتاعتك واطية، أنت فاهم؟ يعني هو نفس اللي أنا الفيديو اللي أنا هشوفه بطريقتك ده ممكن يكون نفس حاجة مثلا بسمع له حد خاطف حد وبيهدده، فاهم؟ يعني اللي هو هناخد الفلوس دلوقتي حالا وابعثوا لي. شكرا شكرا وائل، وصلت الفكره. طيب. شكرا لك، اكيد بانتظار علاماتكم. سامر برايك بيكفي حظر بعض الكلمات لنحمي حالنا من التنمر، او في اشخاص بيستاهلوا بلوك وخلص؟ مو هاي طريقه اسهل يعني تكون اوتوماتيكيا طريقه الحظر بتساعدك تعطيهم تشانس بعد. اي نعم. إيه نحن عم نحكي، نحن عم نحكي عن السوشيال ميديا، واذا بدنا نتفادى هالاشخاص هيدي بنعمل بلوك اسهل. إيه اسرع اللي قالوا، بس هي بلوك للكلمات هاي يعني. إيه ما هيدا اللي بدي اعرفه منك هلا، بدي بعدين. اوكي علاماتك او المعدل العلامات صار جاهز لسامر عن فئه التكنولوجيا على 75 44 سامر، بنشوف اكيد ترتيبك. سامر بالمرتبة الخامسة. شكرا لك سامر. مع ماريلين توتونجيان من سوريا منشوف كيف الجمال واللايف ستايل بيقدروا يكونوا بخدمة القضايا الاجتماعية والإنسانية. Thank you.
جمالك ماريلين وكل شيء عم تقدميه حلو. بداية مع يارا، شو رأيك بأداء ماريلين وأسلوبها بتوصيل الرسالة؟ مساء الخير ماريلين. مساء النور. أنا دايما بحب الفيديوز اللي بتعملون ماريلين، مع أنه كتير سمبل بسيطين، بس هي والفكرة والمضمون بهالفيديو والرسالة اللي بتوصلها كتير بيعجبني. يعني اليوم حكيت عن شيء انه بالرغم من كل الانتقادات تكوني قويه ويكون عندك ثقه بحالك، بالرغم من كل اللي عم ينقال، شيء كتير حلو. شكرا يارا. وائل، شو اكثر شيء عجبك بهالفيديو؟ عجبني الاديتنج بتاع، هو الفيديو كله حلو بصراحه، عجبني الاديتنج ازاي بتعملي بيبقى ابيض واسود انه كانك بتتحرقي من جوه والى اخره، والكلام كرياتيف اللي انت كاتباه، الكلام ده هذا حكي حقيقي، كومنتس حقيقيين. انا جاييني على اليوتيوب. اه والله؟ بس غيرت الاسامي. برافو عليكي والله، برافو يا جماعه، سقفه كبيره. شكرا. لا حلو الواحد يتدرب كده. سقفه كبيره بنفسها، حتى قالت انه هدول الباد كومنتس حقيقيين. برافو برافو برافو، وتمثيل حلو يعني، اظن ده مش تمثيل كمان يعني. الميك اب هيدي كثير مهمه. حبيت توصل هالفكره انه الانسان بس يتجرد من كل شيء بيقدر يكون مبسوط مع حاله. يعني انا بيجيني هالكومنتس وما بعرف اذا انتبهتوا، بالاخر كتبت 60% من البولينج اللي بصير بنات لبنات. صحيح. فانا اللي بقدمه على الهوى هو للبنات لساعدهم. ففي عالم بتهاجمني، ليش عم تهاجموني وانا عم بعمل هذا الشيء كرمالكم؟ شكرا لك. خلينا نسمع فايا. فايا، الفكره، الموسيقى او الصوره، شو كان الاحلى برايك؟ كل شيء حبيته بالفيديو ماريلين، كثير مهم عن جد. السايبر بولينج اليوم هو حسب الدراسات اخطر من البولينج، لانه في ناس بتتخبى، والتنمر على الانترنت ما فيك تهربي منه، مش انه من المدرسه او بس من البيت، ما فيك، طول الوقت موجود. كثير مهم. برافو برافو. انا بس بدي اقول سوري، بعرف انه يمكن عم نحكي كثير، بس انا تعرضت للسايبر بولينج، ممكن اي حدا يتعرض له. كان كثير شيء صعب، لانه اللي بيكتب بفكر انه لا، هو عم يكتب على آله، الآلة رح تقرأ، بس انه انسان رح يقرأ بالنهاية، في مشاعر كتير كتير مهمة. شكرا لكم، اكيد بانتظار علاماتكم. انا اكيد الاشخاص اللي بيكتبوا باد كومنتس هن اشخاص معقدين اصلا وما بيستعملوا اسمهم الحقيقي، يعني هن عندهم نقص وهن يمكن بدهم علاج اكثر من غيرهم. قد ايه عم تساعدك مواضيع التحديات انه تقدري هيك تطوري امكانياتك بالفيديوز؟ عم تخليني اكتشف سايدز فيني ما كنت بعرفها، عم يعني عم بتطور انا مع حالي، عم بكتشف انه في مواضيع عم بطرحها للعالم ليكتشفوها، مو بس انه البيوتي واللايف ستايل خصهم بس بالشعر والميك اب. هذا الموضوع اليوم حبيت اطرحه، ولانه في كثير عالم بيعرضوا حياتهم على السوشيال ميديا وبيتعرضوا لهذا الحكي، فانا حبيت نوه على هذا الموضوع انه شوفوا الاشياء السيئه كمان بهذا الموضوع. خلينا نشوف علاماتك واذا هالفيديو قدر يوصل الرساله لاعضاء اللجنه. اوه 70-75. برافو. اذا 70 يا ماريلين، توضعيك بالمرتبه الاولى اكيد لهلا. شكرا لك ماريلين. التحدي مستمر مع راشد المتاعب من السعودية، بطل المرتبة الأولى بكل التحديات السابقة. يا ترى كيف رح يستخدم الفن والتصميم لمكافحة التنمر؟ مساء الخير راشد. اهلا وسهلا. وائل،
برأيك حافظ راشد على مستويه بهالتحدي؟ حافظ على مستواه طبعا، وعجبني جدا اللونج شوت اللي من بره دي، علشان توضح انه الرساله دي مهمه قوي ان الناس كلها تشوفها من بعيد وحتى كمان من فوق من اي حته، فعجبتني فكره اللونج شوت. ما عنديش اي تعليق تاني غير ان انت هايل يعني. شكرا وائل. يارا، اذا شفتي هالفيديو اونلاين شو بتكتبي له كومنت لراشد؟ اول شيء بحط لايك، هيدي اول شيء. انا احط لاف دائما يعني الفيديوز راشد معروفين في ابداع، بس بدي اعلق بس على نقطه صغيره اللي هي الموسيقى فيها تنمر، مش معقول حتى الموسيقى بتحسيها فيها تتتتت. احسن اختيار يعني الموسيقى. بس بفضل انه الاسبوع الجاي نشوف بعد قصص يعني غير شوي، مش لانه صار تقريبا في تكرار. شكرا لك يارا. فايا، وين شفتي عنصر التاثير بهالفيديو؟ مرحبا. انا شفته صراحه شوي الرساله منتظره، ستوب بولينج، حسيت انه توقعنا تكتب ستوب بولينج وكتبتها، يعني انا ما تفاجأت، غير انك انت بنعرف انه انت كتير قوي بالجرافيتي وبطريقه التصوير، بس انا ما كان في يعني تاثير انه ان شاء الله، بس ما بعرف، ما يعني ما في قيم بالضبط. شكرا لك فايا، بانتظار اكيد بتوضعوا العلامه المناسبه لراشد. تتوقع تحافظ على المرتبه الاولى؟ ان شاء الله نحافظ عليها ان شاء الله. خير، تنشوف يعني كيف رح يترجموا أعضاء لجنة الحكم أراءهم بعلامة على 75 يا راشد. أعضاء لجنة الحكم وضعوا العلامة والنتيجة يا راشد على 75 تحصل على 59 راشد، وبتكون بالمرتبة الخامسة. شكرا لك راشد. مع سمر أنطون من لبنان عن فئة ويلنس نتعرف على وجهة نظر جديدة لمكافحة ظاهرة التنمر. ممكن بأي لحظة نتعرض للتنمر، بس ممكن كمان انه نحاربه وما نخليه يأثر علينا. رياضة ان جنرال واليوغا خاصة بتساعد بهالموضوع. اظهرت الدراسات انه اليوغا بسن مبكر بتساعد بالحد من التنمر. هي بتشتغل على نفسية الضحية من خلال البريدينج تكنيك اللي بتخليه ينسى الستريس بصير يوثق بحاله اكتر. البايستاندر عنده القدرة يوقف التنمر. تريبوز بتساعده يتخذ القرار يوقف هالشي. من الضروري يعرفوا الأهل إنه ممارسة اليوغا للأطفال مهمة كتير لنمو فكري وجسدي صحي، وأكيد هي بتساعد للحد من التنمر. بونسوار سمر، شو هالفضة الحلو؟ Thank you. فايا، اقتنعتي بفيديو سمر؟ بونسوار سمر، مش كتير، حسيتك بمحل كان في سذاجة بالتعاطي، انه هيدا البوز بيساعد يعني حسستنا انه الحل هو اليوغا. كان فيك تحكي عن جانب معين انه بتشتغل على الثقة بالنفس، بس ما بعرف، حسيت انه شوي تحجم الموضوع، يعني حسيت الجمل حتى انه ما بعرف. شكرا فايا. وائل، شو تقييمك لهالفيديو بالمجمل؟ للأسف مش تقييم جيد، يعني ممل. يعني أنا شايفك حتى وانتي بتتكلمي عن الأهل بتلفي حوالين الشجرة، كنت بتلفي بتملي هوا، يعني حاسة كنت بتملي الفيديو اللي هو فاضلي خمس ثواني أعملي أما تيجي ألف حوالين الشجرة، فاهمة؟ ما حسيتش إنه الفيديو ماسك نفسه أو مدي كونتنت حلو أقدر أتفرج عليه. شكراً وائل، وصلت الفكرة. يارا، وين لقيتي عامل التأثير بفيديو سمر؟ المعلومات يعني مهمة ومفيدة، كلنا بنعرف اليوغا قد ايه مهمة للإنسان ومفيدة لكتير أشياء، بس أكيد كنت بفضل الفيديو يكون أحلى يعني من هيك، يعني ممكن يكون مع أطفال مثلا بالفيديو، أي شيء جديد يعني إضافة للفيديو. شكرا يارا، أكيد بانتظار علاماتكم. سمر، قد ايه عم تستفيدي من آراء لجنة الحكم والأساتذة؟ أكيد عم بستفيد وعم طبقهم بالفيديوهات اللي عم بعملها. سمعنا نحن الآراء، يعني كانت نص نص آراء لجنة الحكم. خلينا نشوف العلامة على 75. بضحك على الزور بتاع يا سمر، على 75 رح تحصلي
الليلة على 30. Thank you. ترتيبك سمر. سمر دايما بتستعجل. هالمرة كمان رح نقدم بريك أنا وياك. ترتيبك التاسع. إذن مع سمر نتوقف مع فاصل إعلاني ونرجع. نجوم بلا حدود متابع، وهلأ عن فئة الفلوغ منشوف فيديو سارة يوسف من فلسطين، الصبية اللي رجعت للمنافسة بتصويت الجمهور بالتحدي الماضي. التنمر، التنمر ظاهرة خطيرة منتشرة من زمان، للأسف موجودة لهلأ. التنمر أسباب كتير وأنواع كتير. لفظي هلأ هاي شغلاتها حلوين بيقرف. أنا كم مرة أقول لك لا تعمل مشاريع بهي الطريقة؟ ردي عيدي لأنه بيقرف. وطي صوتك، أنت مو قاعدة لوحدك بالمكتب. وممكن جسدي، ضرب، إهانة، إيذاء، بيعد كتير أشياء. الأهالي دورهم كتير كبير ليحدوا من التنمر. إذا ابنكم شايفينه متضايق، انطوائي، ما بيعمل شيء، خايف، قلقان، اعرفوا إنه عنده مشكلة وراقبوه واحكوا معه. لا تخلي الموضوع يكبر، أنتوا بتساعدوه. الضحية رح تحس حالها بعد كل الإهالات اللي مرق فيها. وإحنا كدورنا في المجتمع نصحي القلوب الضعيفة تتعرض للتنمر كل يوم بالثقة بالنفس وعدم السكوت، ولا تخلوا حدا يأثر عليكم. كونوا أقوياء. أهلا وسهلا فيك يا سارة. أهلا فيك. التياب الحلوين وشو هاللوك الحلو اليوم. أنت اللي بتجنني. شكرا. وائل، شو رأيك بفيديو سارة؟ صريح ومباشر to the point. يعني ما عنديش أي تعليق غير إنه هو حلو، بس حابب منك أنت كفلوجر إنك أنت يبقى عندك معلومات أكتر. هي طبعا معلوماتك حلوة ونصايحك أحلى، بس كل شوية as a vlogger back up ده بمعلومات، ادعمي بمعلومات. بس هو هاي. شكرا وائل. العفو يا كارلا. يا رب. شو أكثر شيء حبيتيه بهالفيديو؟ سارة بحب شخصيتها القوية، وبحب الطريقة اللي بتحكي فيها وكيف بتشد المشاهد لإلها. كتير بيعجبني هيدا فيها. بس بدي أقول لها شغلة كتير صغيرة، إنها تشتغل على مخارج الحروف بس هي عم تحكي. شكراً يا رب. فايا، قدرت سارة تثبت للجمهور إنها بتستحق ثقته؟ ايه اكيد. يعني الجمهور الفيديو كان مباشر، فيه الاكزامبلز، شرح، امثله وحلول. كنت بتمنى بس لو انت وكل الفيديوز اللي شفناها دائما عم نحط الحل عند الضحيه، في حدا عم يتنمر كمان هو كثير يعني الجزء الاكبر عليه، فيمكن كمان نوعي اولادنا ما يتنمروا او ما يتمسخروا على الاخرين، مش بس الضحيه. صح. شكرا فايا، وصلت الفكره. اكيد بانتظار علاماتكم. سارة، شو كان شعورك الاسبوع الماضي وقت كنت واقفه بمنطقه الخطر؟ بيخوف، موقف ما بنحسد عليه بالمره. اكيد هذا الشيء اعطاك دافع اكبر انه تقدمي الافضل اليوم. اكيد حبيت اطور من نفسي اكثر واتبع نصائح لجنه الحكم لابين دائما الاحسن. ان شاء الله ان شاء الله العلامه تكون منيحه الليله. بنشوف قد ايه معدل علاماتك على 75. 57 سارة. شكرا. وانت بتكوني بالمرتبه السادسة. شكرا لك سارة. شكرا. خدمة الإنسانية هو الدور الأول للثقافة والعلوم. مع زاهد فيلمبان من السعودية ممكن نشوف وجهة نظر أعمق لمحاربة التنمر. سرعة مرور الوقت تختلف بين الشخص اللي ماشي على رجله والشخص اللي راكب الطيارة. هذه هي النسبية الخاصة بألبرت أينشتاين. بجانب هذا الاكتشاف، ألبرت أينشتاين أثبت أيضاً أن الكتلة والطاقة هم في الواقع نفس الشيء. معظمنا أكيد يعرف هذا الجانب من أينشتاين، ولكن مش كلنا سمع أنه أينشتاين في صغره تعرض للتنمر والمضايقات. في بيته كان يسموه ببطيء الفهم، في مدرسته كان يسموه بالغبي، وحتى مدير مدرسته قال أنه ما ينفع لأي شيء.
ألبرت أينشتاين كتب كل أوراقه العلمية ونظرياته بالرغم من أنه عانى لفترة طويلة من التنمر والمضايقات من حوله. فأتخيل إيش كان يكتشف أو يعمل لو ما تعرض للمضايقات اللي أخرته عن اكتشافاته. ممكن بيخترع آلة الزمن، مين يعرف؟ رسالتي هي لكل شخص تعرض للتنمر، شكراً لكونك شخص صبور. مساء الخير زاهد. مساء النور يارا. شو رأيك بمحتوى هالفيديو؟ أنا بحب الفيزياء كتير. زاهد حبابك بالفيزياء؟ عن جد الفيديو كتير حلو. شكراً. كتير كتير حلو، وعم يعني عم بيشدني للمعلومات الحلوة اللي عم يعطينا إياها، وخاصة أنه عم يحكي عن عالم كبير تعرض للتنمر ولوين وصل وشو حقق إنجازات. I like. شكراً. شكراً يارا. فايا، شو المعيار يلي تميز فيه زاهد؟ المعيار يلي تميز فيه الأمل. عطيت مثال حياة شخص كتير ناجح وقدر يعمل تغيير كبير، وحتى المسج بالأخير إنه ما يعني شكراً على الصبر كل حدا عم يتعرض للتنمر. حبيت الأمل. شكراً فايا. وائل، وين شايف التطور بأداء زاهد؟ تطور ملحوظ ومتطور جدا. مش هزود على كلامهم، انا هقول لك نفس الكلام بتاعهم، بس ممكن ازود عليك بقى للمستقبل. بعد كده لما تطلع وانت بتتكلم حاول ما تبقاش في نويز وراك، دوشه يعني، حاول يبقى جماليا وراك حلو، ما تبقاش واقف في شارع وراك شجر مش عارف ظل ايه، انت فاهم؟ وظبط في الاديتنج الصوت يبقى نفس الصوت. وتالت حاجه وانت بتسجل صوت نفسك ما يطلعش، انت عندك جيوب انفيه بده يتنفس الزلمه كمان انه عم بيعمل لك. لا انا سامع صوت نفس. شكرا وائل. لا هي مش فاهماني، يعرف تتريق علي. انت فهمت قصدي صح؟ شكرا وائل. اكيد بانتظار العلامه لزاهد. زاهد، كيف عم تستقبل موضوع التحدي؟ كان جدا صعب صراحه، يعني اتوقع يعني اني راح اخرج الاسبوع هذا. كان سهل بالنسبه لك التحدي الليلي؟ جدا التنمر صعب. جدا صعب. صعب جدا. مش دغري هيك طلعت معك الفكره. خلينا نشوف العلامات. الاراء كانت ايجابيه نوعا ما. 66 يا زاهد على 75. وترتيبك بيكون خذ نفس قد ما بدك. خلص 66 تنفس قد ما بدك. الثالث. شكرا زاهد. شكرا شكرا لك. شو وائل؟ ايه بتنفس انبسط ارتاح. بس اللي هو عارفه اللي هو طالع خلاص، يعني احنا نايمين. ما جينا وكيل من سوريا وعن فئه الشعر، بنعرف كيف ممكن الكلمه تغير مصير انسان. كيف للحياه ان تتقيأ كل من يمزق جدران القلب برماح الجمل، كل من يقذف طموح الزهر بورق من فشل، كل من يقصقص أجنحة الحلم بمقص من وهن. كفى تنمرا، كفى إيذاء، حين يصير الفكر تسلطا وحدها المشاعر تبكي شجا، حين يتآكل الحب كلحم ويمتلئ كوب الأدمغة بالعفن، حينها أهبط للأعلى، أسقط من السماء نحو النجوم. مساء الخير جنان. مساء النور. بداية مع وائل، شو رأيك بالصورة يلي قدمتها جنان؟ الصورة حلوة، كل حاجة حلوة. أنا مشكلتي بس البلالين دي، ما في المفروض كنت تطير في السماء فوق. أنت أديتينا أمل وبعدين دمرتينا بالبلالين اللي وقعت. ما فيهاش هيليوم ليه؟ جنان أنت معانا؟ ليش قشطوا البالونات على الأرض؟ قشطوا البالونات على الأرض طايرين. صح، أنا كان لازم يضلوا طايرين. والمقطع حتى بس هو حلو. هو حلو بس عايزك تغيري شويه في القائك، لانه في الاخر مهما عملتي فيديوهات الالقاء بتاع الشعر هو اللي بيعلم مع الناس. فكري القاء للشعر ممكن يتغير ازاي بان مع تغير المواضيع دي. مشكلتي شويه معاكي بس. شكرا وائل. فايا، وين كانت جنان مؤثره اكثر، بالالقاء او بالكلمه نفسها؟
بظن الاثنين بنفس المستوى. انا حبيت الفيديو، حبيت الافكار، المشاهد كثير حلوين، حسسني انه في حدا وحيد عم يتعرض للتنمر وقادر يشيل الورق. حبيت كل المشاهد. القصيده كانت شوي مباشره كثير، يعني كفى تنمرا. كنت بفضل حس قصيده مثلا حدا حاسس بالوحده وانا حلل وبالاخير مثلا يطلع لالي التنمر. هيك حلل شو بتحلل؟ انا لو منك لازم اعمل تحليل، يعني روحي حللي يا فايق. كمشاهده شو رايك بهالفيديو؟ انا شدني الشعر اكيد، القاء طبعا ما في حدا يقول عنه شيء. بحب كثير القاء بعكس وائل. مش عارفه شوي تغير يمكن من موضوع هيدا القاء الشعر، يعني هيك بيلقي الشعر الواحد، بس حسب الموضوع. يعني الموضوع كمان حلو، والفيديو يعني حسيته حلو، بس ممكن ما بعرف شوف بعد اشياء جماليات تبهر اكثر يمكن. اوكي شكرا لك يارا، اكيد وصلت الافكار بانتظار العلامات. جنان، موضوع التحدي قد ايه بيساعدك بالوحي باختيار كلماتك؟ مفهوم التنمر واسع جدا. كتبت 3 قصائد، احترت عن اي شق بدي احكي فيه، فثبتت بالنهايه على هاي القصيده. طلعت العلامات جنان، خلينا نشوف قد ايه رح يكون معدل علاماتك على 75. 54 لجنان، وانت بالمرتبه التاسعه. شكرا لك جنان، ومثل ما عم بتشوفوا صار مبين امامنا اسم مشترك رح يكون بدائره الخطر لهلا، وهو هي سمر أنطون. لحديت هلا سمر بدائرة الخطر. الحمد لله أنه المشترك الأخير يلي بقي معنا هو محمود أشرف من مصر، يعني بعد عنا فرصة للكوميديا والضحك بالدقائق المعدودة يلي بتفصلنا عن نهاية الترتيب وبداية التوتر بمنطقة الخطر. قلبت ليه يا بابا؟ دي الحلقه الاخيره من بريزون بريك. لا هنتفرج على ليالي الحلميه. ليالي الحلميه ايه يا بابا؟ بقول لك بريزون بريك. انت بتفهم في الفن اصلا عشان تتكلم؟ من امتى وانت بتفهم ولا ليك شخصيه ولا كلمه؟ لا انا اتفرج عليه تقعد تتفرج عليه يا بابا. بس بقول لك يا بابا ترد عليا يا ام من وش محمود. نعم يا بابا. انت قاعد يا محمود؟ نعم يا بابا. نعم بقالي ساعه بنده عليك يا ابني، يعني ما بتفهمش واطرش. تعال انا وني الريموت اللي هنا ده حطولي فيه. اخلص ما تنحش حطولي في ايدي. انت مالكش لازمه في الحياه. بعد كده قول لي صحيح انت عملت ايه في الامتحان بتاعك؟ جبت 24 من 25. 24 من 25 يا ابني؟ انا وانا في سنك كنت بجيب 27 من 25. انت بتفهم حاجه يا ابني؟ يا ابني ده انا اكلتك وشربتك عشان تقول لي 24. وبعد كده ايه اللبس المتخلف اللي انت لابسه؟ غور غور من وش؟ حودة يا محمد ياك تشوف لي هذا الديزاين قبل ما اقدمه اليوم. وحش جدا. قوم غور من وش؟ يعني انت ما شفته؟ غور غور من وش؟ غور من وش؟ ازيك محمود؟ تمام الحمد لله. فايا، برايك محمود استخدم الكوميديا بالشكل الصح بهالتحدي؟ جدا جدا. الفيديو تبعك هو من احلى الفيديوهات اللي شفناها اليوم. قدرت اخيرا شفنا عن جد شيء بيضحك. انا ضحكني عن جد، بس بنفس الوقت بيحمل بقلبه رساله كثير مهمه انه التنمر ممكن يصير بالبيت. حبيت كثير. شكرا فايا. يارا، المضمون كان مضحك ام مبكي اكثر؟ الاثنين سوا. الفيديو رائع، حبيت كيف اخذ دور الاب والابن مع بعض ونجح فيهم، وهالطريقه طريقه التواصل من الاباء مع اولادهم بهالطريقه اكيد بتسبب لهم ضعف بالشخصيه، وكمان بيصيروا يتعاملوا مع الغير بالمثل، فهيدا فيديو كثير حلو. شكرا يارا. شكرا. وائل، شو تقييمك لاسلوب محمود؟ انا شايف ان هو اكتر حد في الجماليات في الاديتنج والصوت والاستخدام الموسيقى احسن واحد النهارده في الموضوع ده، بس الكونتنت انا شايفه مش حلو ولا ضحكني. انا مستغرب جدا من الكومنتس بتاعتهم، مش عارف شافوا ايه بيضحك في الفيديو. بس يمكن انت اتخذت موضوع الاب ده وصورته وطولت فيه قوي، بعدين هو في الاخر طب ايه ده هعمل ايه في اخر 4 ثواني؟ فما حسيتش انه حتى كمان اللي في الاخر ده كان تنمر. انت ممكن تكون واحد متضايق وقلت له معلش
يعني هو عم بيحكي كيف الاهل اثروا على ابناء على ابنائه بس لازم بيرد فعل مره ماضي طيب بس انا ما وضحتليش الفكره يعني في الاخر لا الفكرة لا لا اتعملت بطريقه يا ريت فينا نترجم الاراء بالعلمات يا محمود لو سمحت جماليات احسن واحد النهارده اوكي شكرا وائل محمود معقول تقدر ترجع على البيت هلا برياحه من بعد هالفيديو انا خاف اقول اي دوني درجه قليله هيبقى شكلي وحش قوي صح لا اكيد هيدا تمثيل ان شاء الله وطلعت العلامات يا محمود انت اخر مشترك الليله وعلى 75 تحصل على 59 محمود شكرا وترتيبك بيكون على الشكل التالي محمود من مصر عن فئه الكوميديا تحتل المرتبه السابعه شكرا لك محمود مثل ما شايفين المشتركين الاثنين يلي حصلوا على اقل معدل علامات بتحدي هالاسبوع هن عم نشوف الترتيب امامنا سمر انطون وابراهيم الكوري اذا سمر وابراهيم هن حاليا بمنطقه الخطر وبحاجه لدعمكم وتصويتكم عبر فيسبوك والمشترك المفضل عند الجمهور باعلى نسبه تصويت رح يكون عنده فرصه ثانيه للاستمرار بالمنافسه بينما الاقل حظا بيناتهم ويلي بيحصل على اقل نسبه من اصوات الجمهور رح يغادرنا الليله التصويت ابتدى ولتنقذوا المشترك المفضل عندكم ما عليكم الا تصوتوا له فورا وبهاللحظه عبر صفحه تلفزيون الان على فيسبوك وهلأ نتذكر سوا كيف كان مرور سمر وابراهيم بالتحدي الثاني من نجوم بلا حدود لحظة نتعرض للتنمر بس ممكن كمان انه نحاربه وما نخليه يأثر علينا رياضة ان جنرال واليوغا خاصة بتساعد بهالموضوع اظهرت الدراسات انه اليوغا بسن مبكر بتساعد بالحد من التنمر هي بتشتغل على نفسية الضحية من خلال البريدينج تكنيك اللي بتخليه ينسى الستريس بصير يوثق بحاله اكتر البايستاندر عنده القدرة يوقف التنمر تي بوز بتساعده يتخذ القرار يوقف هالشي من الضروري يعرفوا الأهل إنه ممارسة اليوغا للأطفال مهمة كتير لنمو فكري وجسدي صحي وأكيد هي بتساعد للحد من التنمر سمر أنطون وإبراهيم الكوري هن حالياً بمنطقة الخطر وبحاجة لدعمكم بذكركم أن وقت التصويت قصير كتير روحوا بأسرع ما فيكم على صفحة التلفزيون الآن على فيسبوك وصوتوا للمشترك اللي بدكم تشوفوه بالحلقة الجاية فاصل وراجعين مرحب من جديد بجمهور نجوم بلا حدود وتلفزيون الآن لتعرفوا أكثر عن كواليس المنافسة والتحديات المشتركين ولجنة الحكم تتعرفوا على أسرار صناعة نجوم السوشيال ميديا تابعوا اليوميات كل أسبوع من الأحد للخميس الساعة 10 بتوقيت السعودية وتفاعلوا معنا بفولو لصفحات الآن على فيسبوك تويتر وإنستغرام وهلأ صار الوقت نرجع للمشتركين يلي واقفين حالياً بمنطقة الخطر وكيف ناطرين تصويتكم منشوف هالفيديو
اسمي إبراهيم الكوري من مصر، مشارك عن فرقة البوبينج دانس. بطلب من كل أصدقائي وأصحابي والجمهور المصري إن هو يصوتوا لي في برنامج نجوم بلا حدود عشان أفضل أكمل في البرنامج، لأن صوتكم بالنسبة لي مهم، لأن لسه عندي عروض كتير عايز أقدمها، وأتمنى إن كل الجمهور يعمل لي تصويت في البرنامج. أنا سمر من فئة الويلنس، وهلا أنا بمرحلة الخطر، فبدي إياكم بليز تصوتوا لي لأنه كتير كتير حابة أبقى بالبرنامج وشارك باللايفات لأنه كتير عم حب الإكسبيرينس. من خلال البرنامج عم بوصل لشريحة كتير كبيرة من العالم، فتصويتكم وحده بخليني أكمل بهذا البرنامج، فبليز بليز صوتوا لي. منطقة الخطر المكان الوحيد يلي ما بيتمنى أي حدا يكون فيه، لكن أكيد بدي أطمنكم إنه تصويت الجمهور عم بيكون كثيف، وبدي أتمنى لكم كل التوفيق سمر وإبراهيم. بانتظار تصويت الجمهور يتوقف رح اتوجه للجنة الحكم مع يارا. شو بتقولي لسمر ولابراهيم؟ أنا كمان بدي أقول كنت بدي ضم صوتي لصوتك، إنه أكيد بنتمنى لهم التوفيق، استمتعنا بكل شيء قدموا، أكيد كنا بنتمنى إنه يقدموا أفضل، وإن شاء الله موفقين برات نجوم بلا حدود. أكيد. شكرا لك يارا. فايا، شي مرة تحمستي انه تصوتي للهواة، هواة بالبرامج؟ ايه اكيد، لانه يعني بيلعب دور، بس انا برايي الشيء اللي المشترك بيعمله بعد البرنامج اهم بكثير، وبيضاهي اكيد كل تجربته بالبرنامج، هو اللي بيستمر بالاخير، فجود لك. شكرا لك. وائل، مين الحكم الاقسى، اعضاء لجان الحكم ام الجمهور؟ والله ما يعني مين ما عرف ساعدوني غير انت. لا انا مش قاسي الحمد لله. لا الجمهور اول مره بحسك ما بتعرف جمهور. تجاوب غريب. يعني حاسس انه ممكن يعني الجمهور وكلنا احنا كلنا مع بعض. صح، شكرا لك. صح وائل. صح صح احنا والجمهور واحد. احنا والجمهور واحد. ثواني وبيتوقف التصويت ومنعرف مين المشترك يلي أنقذوا الجمهور ورجعوا للمنافسة، ومين المشترك يلي للأسف رح يغادرنا الليلة. سمر أنطون من لبنان، وإبراهيم الكوري من مصر. سمر عن فئة الويلنس، وإبراهيم عن فئة الرقص. سمر الليلة أعضاء اللجنة قالوا له أنه كان لازم تعطي أفكار أكثر بالفيديو، وإبراهيم يلي استعمل التمثيل هيدا الشيء الليلة ما أسعفه. التصويت توقف والنتائج صارت جاهزة. المشترك يلي أنقذوا تصويت الجمهور من منطقة الخطر هو أو هي مبروك لسمر أنطون. أما إبراهيم الكوري فمن وضعك وأكيد تمنياتنا لإلك بالتوفيق. شعلة المنافسة مستمرة بقوة وبلا حدود. منلتقي من جديد بنفس التوقيت ومباشرة على الهواء عبر شاشة التلفزيون الآن. مفاجآت والتحديات حماسية لأقصى حد مع 12 موهبة وفئة، وكل واحد منهم رح يعمل كل جهده ليقدم أحلى وأقوى ما عنده ليوصل لمكانة مؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي والفوز بلقب النجم يلي تخطى كل الحدود. تصبحوا على ألف خير.